أنا أعتز بيه جداً جداً عن مشواري السينمائي، وهو مشوار الحقيقة مليء بالمتاعب والمصاعب والصراعات والمشاكل، لكن الحمد لله أنا في الآخر بقول هو مشوار أنا بالنسبة لي مشرف وفخورة بيه جداً وسعيدة بيه، وبيوصلني أن أنا النهاردة أتكرم من جهة محترمة، جهة دينية تحترم الفن والفنانين ودايما معاهم وفي كل المواقف الحقيقة. يعني المركز الكاثوليكي والأب بطرس دانيال دايما معانا في التعب، في المرض، في العزة، في الفرح، في الجوائز، في المهرجانات. شيء جميل جدا ان جهة دينية محترمة زي المركز الكاثوليكي تبقى واقفة دايما جنب الفن ومقدرة رسالته الإنسانية ومقدرة قيمته وتأثيره على المجتمع. فأنا سعيدة جداً أني باخد يعني تكريم عن مشواري من أعرق المهرجانات في مصر والوطن العربي، ولهم ألف مبروك على مرور 70 عاماً. وطبعاً النهاردة يعني أنا كان نفسي أكون شكلي فرحان أكتر من كده ولبسة ملون، كنت محضرة يعني فستان مختلف خالص للتكريم وفرحانة بالتكريم، بس الحقيقة يعني الحياة ما بتدلناش فرصة ان احنا نفرح. يعني يوم التكريم بعد تحضير اتفاجئ الصبح طبعا بوفاة صديق عزيز جدا 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 على قلبي، فنان الكبير سمير صبري رحمة الله عليه، وهو من اكتر الفنانين مش بس فنا، انسانية اطيب واجمل القلوب. ونتصادف كمان النهاردة الذكرى السنوية الاولى للصديق العزيز الغالي الفنان سمير غانم، بنفتكره دايما بكل خير، واكيد مش هننسى 20 مايو ان احنا كل سنه هتبقى الذكرى السنويه للاساتذه الكبار ونفتكرهم دايما بكل خير. اسفل الاطاله، وبشكركم كل مهرجان وانتم طيبين. ميرسي جدا. جائزه فريد المزاوي.